ختاما وفي هذه النشرة أعلنت مؤسسة HUM مساء أمس عن الانطلاقة الرسمية لدورة 2019 للجامعة المواطنة. وتهدف هذه التظاهرة وفق ما جاء في الندوة الصحفية التي نظمت يوم أمس لهذا الغرض تحقيق دمقراطة العلم وتنمية المعرفة من خلال تنظيم سلسلة من الندوات المجانية في عدة مدن بالمملكة من شهر يناير إلى مارس القادم. وتطمح الجامعة المواطنة مواكبة الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية للمملكة عبر فتح النقاش حول القضايا والتحولات التي يعرفها المغرب، كما تعتبر فرصة لتبادل الرأي وتيسير التفاعلات وتحفيز التعبير الحر لدى جميع المواطنين. وبعد نجاح دورة 2018 للجامعة المواطنة بتنظيمها ل 54 ندوة ومشاركة 6411 وتوزيع 690 شهادة تقديرية مسلمة، تعود دورة 2019 في دورتها 22 ببرنامج غني بالمناقشات والندوات المجانية والمفتوحة للعموم، والتي تمتد على مدى 3 أشهر بثماني مدن مغربية، وهي الدار البيضاء، الرباط، ومراكش، وأكادير، طنجة، تطوان، وفاس، ولأول مرة هذه السنة في مدينة مكناس. نتابع تصريح بهذا الخصوص لإدريس كفيكس مدير مؤسسة HUM. كل سنة أولا هناك جديد ديال الحاجة للناس أنهم يتابعوا هذا. كل سنة عندنا أعداد كبيرة من الناس تتسجل أولا، دونك هنا الاهتمام بالمعرفة، فهم الإشكالات اللي مرتبطة بالسياسة، اللي مرتبطة بالاقتصاد، اللي مرتبطة بالمجتمع وبالفكر. هذو هما الثلاث محاور الكبرى، كاين اهتمام كبير بها. النقطة الأولى. النقطة الثانية، هاد السنة فتحنا مدينة جديدة اللي مشينا تندورو فيها الجامعة المواطنة هي مكناس، فعندنا 8 ديال المدن اللي فيهم الجامعة المواطنة. برنامج اللي خلقناه داخل الجامعة المواطنة مخصص للناس ديال التعليم. فالعام اللي فات كان أول دورة درناها بتنسيق مع جمعية لي سيتويان المواطنون. فهاد العام اللي فات درناه كتجربة في الدار البيضاء، وهذا العام هنبداوه كذلك في طنجة. دونك غادي نبقاو في الدار البيضاء وغادي نمشيو لطنجة. فكل عام تنوسعوا الدائرة ديال المجال اللي كنت تنعطيو هاد الدروس المجانية. وأول نتيجة بالنسبة لنا، النتيجة الأساسية هي أنه هناك اهتمام وهناك حضور ديال الناس اللي تيجيو وتيحضروا. وتنذكر بأن الناس تياخذوا شهادات على الحضور ديالهم باستمرار في هذا الندوة.